مرحبا. اشكو بك اكثر عايش. تعرفوا عليكم. من مرسى رشيد الحمروني. سناء متزوج. باه قداش عندكم متزوجين؟ من 2004 مدة 20 سنة. اليوم قداش عندكم صغار؟ عندي ثلاثة وليدات. ثلاثة وليدات. صغار قداش عمرهم؟ عندي 13 وعندي 11 وعندي 18. نحكي اليوم على صعوبة الدنيا والحياة والظروف، صعبة الدنيا. برشا أكثر ما تتصور واحد معناها تشوف معناها بالأخص المعيشة وكل شيء معناها الدنيا غالية والدنيا غليت. واحد مع الشيخ لا في الكتب ولا في حتى شيء معناها مكثر حاجات ديما اللي عانيت جاب ربي فما شوية عانيت قاعدين نهزوا في روحنا كاكا من واحد يلقط في البابز فهمتني ويبيع في الخردة الواحد فهمت. أنت تخدم؟ إي شنو تخدم؟ نخدم في ريستورون نعاون بالكتاب. مش ديما ها. والخدمة القارة هو أنت تسمى نجم نوعا ما. ما عنديش خدمة قارة. شنو بالضبط؟ نلم في البيبس نلم في القرع بلاستيك وشي ونجي قاعد نجي على رخصة للتو ما خذيتها. رخصة شني؟ رخصة متاع كشك. الدبابس كيفاش أول مرة خدمتهم شنو علاش خدمتهم فيهم فلوس كيفاش خمام تخدم؟ على العيشة. على المعيشة. لقيتها أسهل حاجة أنك نجم تلم الدبابس خاطر حاجة كنت نحمل في مرشي تو سيدي ما عادش نجم نمشي بها ولات معناها معاقة فهمتني عملت حادث فهمتني. شنو؟ حادث صغير حادث نتاع نبيع مع واحد معنا في السير فهمت على الكاميون عملت حادث فهمتني عندي توا عمري من 16 سنة من عملت حادث فهمتني. اللي عمرك 16؟ من اللي عمري 16 سنة توا عمري 53 سنة. من اللي عمرك 16 تخدم أنت معنا؟ اللي عمري أقل من 16 سنة نخدم أنا نبيع في الماء في الماء في الماء في أميلكار. تبيع في الماء؟ إي في أميلكار نبيع في الماء بالقلة فهمتني وقتها فهمتني. كيفاش بيع في الماء؟ بيع الماء في البحورات ولا في اللانكار نتاع ميلكاري اي بيع في الماء اي برد ياك شيني علي قاعد يصفي المعده حل الجسر بتعرف من ناحيه دوخه ثلاثه بسكي واحده بوخ كيفاش برد ياك شيني ينحي الدوخه يصفي المعده حل القاعده ترى في ناحيه الدوخه ثلاثه بسكي واحده بوخ باهي هما هما ما صافيه ولا ما لا ما سبالهم في قبل ما كانت قبل ما كانش قبل ما كان ما صافي قبل بحر نعبي فيهم لما العيون نتاع سيدي بوسعيد و انتصات وفهم علاش تخدمها اليوم في السيفه ذي؟ ليه تو ما عادش كل ما عادش يا حسره ما عادش يشربوا ما سبب كانت تشربوا بدور ب 10 فرنك تو شكون ما عادش ينجم على الدور تو نلموا في البيبس تو انت تعاون الخدمه معناها مش ديما ما تعاون كمام بذا شنو خدمت الخدمه اللي خدمت؟ والله كنت صبيه في دار بابا نخدم في معمل كل شيء انا من مستير وبعد كي عرست وليت لنا ما فماش معامل ما يخلصوش هاني على الاقل نمشي نعمل لكن هايرين في الجمعه في ريستوران وكل شيء نعاون بالكتب والحمد لله والله الحمد لله ربي. كي هو سؤال اللي نجم يكون مقلق شوي ظروفك الماديه قبل ما تعرس خير ولا تو خير؟ لا قبل خير قبل خير قبل راسك راس روحك قبل خير كان الفقر وكان من ثم الخير الناس ترحم قبل قال قبل البيبان ما تسكرش نتاع الديار تو ولات البيبان تتسكر وجارك ما يعرفش عليك شنو عندك شنو ما عندكش ما يطلش عليك كل حد له في نوار فهمت خير والله فهمني كان قبل كان الخير وكانت الناس ترحم وتلقى تنجم تعيش ما تقعدش بليش توا لا شعاوني في رمضان والله الحمد لله والله الحمد لله كل نهار ونهار الحمد لله والله كل نهار وقسمه الحمد لله من لا شيء تعملي كل شيء اي ما انا الواحد هكا يستنبط يدبر سبحان الله تبارك الله الماده تتعبى ما شاء الله الحمد لله كل نهاير ونهايره نخدم تو والله نخدم نهاير في الجمعه على الاقل اي نهاير في الجمعه ما يسالش الحمد لله انا عايش وانت تو انا قلت لك نلم في البيبز وندبر في راسي كيك ونبيع شويه فحم وشويه كوينه شويه فحم مع بعضها وما تحب رخصكم اي اكيد حب رخصه ما شنو من 2006 احنا نجروا على الرخصه نجروا ما خلوناش نبنوا ونحن نجيو نحطوا حجر وهم يحطوا لنا العصاف العجله ما فهمتش ني تحبوا تبنوا والله في المرسى الغازي والله من 2006 احنا نجروا حي شعبي كيفاش حي شعبي بوسلسله معناها مش تبني شنو بالضبط مش كشك عندك الاسباس اللي تبني فيها اي ما عندي من 2006 وانا فيها غادي نعم التسعينات انا كنا نعملوا المرقز المشوي في رمضان نعمل في كشك ظروفي تتحسن والحمد لله وش ليه التعطيلات من البلديه كي جينا نبني كل شيء قال لك ما تبنيش وما تعملش وعلاش ما لا غلب ما نعرفش ما هبوش عندي فيها بريك لوحه صغيره تابت نورمالمون عندنا
فهمتني؟ عندك سباس معناها تستغل فيه. طيب ماش فيها ما. فهمتني؟ لموا لي لطحونتي معناها عملوا لي شاشيه لموا لي فهمتني باش نحسنها ونقدها وننظف. البلديه قالت لك لا ما تبنيش. ما تضطرش انك تخدم باش رخصه؟ ما تضطرش ما تضطرش باش تخدم. تخدمش باش رخصه؟ ما تخدمش. فهمتني؟ انا نعمل في رخصتي لشهر رمضان هذاك ماما. شنو تخدم في رمضان؟ في رمضان هكا شويه ما شويه والله حليناها حمص وفول وملسوقه مثلا في حليناها خضره كل شيء عام 2009 2010 2011 يعني المربوح اللي مش ما عندكش دخل منين تاكلي منه اللي نصوروه ناكلوه نفلسوا ونعاود ناخذ لها قرض كالعاده ونعاود نخدم ونعاود منا ومنا ما نكذبش عليك ونلقى خدمه نخدم فهمتي هما ما سبحان الله صغار وتيد ومي وضو مش باش نقول سنه صغار والله عندي ولدي 18 في الدار وعندي زوز اولاد واحد ستيام وواحد رابعه ابتدائي مصروفهم ولبستهم تو جاي عيد والله والحمد لله الحمد لله الواحد مادام الواحد يضحك ويلعب هكا وخلها على ربي ربي سبحان الله يسكر باب يحل 100 باب يسكر 100 باب يحل باب لقيتها اليوم مرتك؟ أكيد. السند نتاعي هذاك وهذاك عكازي تمشي به. هذاك عكازي نمشي به. شنو تقولها ممكن احنا في العادة احنا كعرب وكنت نحشموا نظهروا الامتنان للطرف الآخر. هذيك تاج فوق راسي، ما عندي ما نقول تاج فوق راسي. ما عندي حتى تقف معاك وتفهم ظروفك. على الأخر. على الأخر على الأخر على الأخر. صغار. صبورة ياسر. صبورة ياسر. مناضلة. مناضلة. هي صغيرة دي محالة ضاع مناضلة فهمتني فهمتني وش نقول لك كان الصغار تحاولوا توصلوا لهم الاحساس هذا اللي هما لازمهم يقبلوا لهم ما يحسوه دفء العائلي اهم حاجه ما دام يعيشوا معايا يحسوه اكيد باش يحسوه عندي نشري لك ما عنديش ما عنديش يفهم واي يفهم واي حتى مثلا يكبش فك الحاجه كبش فك الحاجه يوم منها مش بيجي فلان شري ايش بنقول له يا وليدي اي سبحان الله كل واحد وظروفه نعيشوا على قد ظروفنا على قد هو عنده باش يشري انت ما عندكش المره هذه ما شريتلكش المره جاي نشري لك سبحان الله والله والحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله اكيد الحمد لله ديما نقول الحمد في ذي الظروف هذه دارك كراه انت ملك بليتو اللي ساكن مع العزوزه مع الوالد عمرها محسوبه قريب 100 واش تو ما شاء الله رمضنا معاك مالي شنو مرمضه معايا اكيد هاي بركه شنو بركه شنو مازال تعطيك نصائح لليوم ولا؟ لا تو ما عادش تتكلم. كبرت. مرضت جهه بعد ما عادش تتكلم. لا مش صحيح ما عادش تتكلم. ما عادش تتكلم. شنو مباركتها في الدار؟ ايه شنو مباركتها مسال عني بيه. مباركتها والله. عايشين تحت بركتها والله والله. علاقتك بها كيفاش؟ يرحم والدك والدها الحمد لله رب العالمين والله مع علاقتي بها علاقه طيبه على الاخر الحمد لله رب العالمين والله رب. الوالده رمضان على طول ربي يفضل عايش كرهم والديك ان شاء الله رمضانكم مبروك